السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الثالث، الهواة الأربعة. سنقوم بالإجابة على أسئلة النص. أنمي معجمي. السؤال الأول، أشرح بحسب سياق النص. صنف بمعنى نوع، الطفو بمعنى سباحة، عوم، أجفف بمعنى يبس أو نشف، الغوص بمعنى الغطس. السؤال الثاني، أصل بالمعنى المناسب. قطع الشطرنج عبارة عن بيادق. السؤال الثالث، أنجز شبكة مفردات كلمة هواية. هواية تربية الطيور، الرسم، القراءة، الموسيقى، الترفيه، الشغف، السباحة، ممارسة الرياضة. السؤال الرابع، ألون الهواية التي لم تذكر في النص. الهواية التي لم تذكر في النص هي هواية الفروسية. السؤال الخامس، أصل كل هواية بصاحبها. التصوير بسمة، السباحة آية، الشطرنج رائد، جمع أوراق الأشجار وائل. السؤال السادس، ألون خانة الاختيار الصحيح. يمارس الأصدقاء الأربعة هوايتهم وقت الفراغ. السؤال السابع، أستخرج من النص العبارة التي تدل على سبب تصفيق الجميع للأصدقاء. سبب تصفيق الجميع للأصدقاء لأنهم شغلوا فراغهم بما ينفعهم. أحلل. السؤال الثامن، أقرأ الفقرة الأولى وأكمل الخطاطة الآتية. تصور بسمة صورا لغابة المعمورة، ستشارك بها في معرض للصور، وسترسل الصور إلى أصدقائها خارج المغرب. السؤال التاسع، أرتب مراحل تعلم رائد لعبة الشطرنج. المرحلة الأولى، اللعب بقطع الشطرنج. المرحلة الثانية، تعلمه أسماء قطع الشطرنج. المرحلة الثالثة، تعلمه أصول اللعبة على يد مدرب ماهر. المرحلة الرابعة، مبارزته أمه. السؤال العاشر، أذكر بالترتيب الأعمال التي يقوم بها وائل أثناء ممارسة هوايته. الأعمال التي يقوم بها وائل، زيارة الحقول والحدائق والغابات، اختيار أوراق الأشجار، تجفيفها ولصقها على الدفتر، كتابة اسم الشجرة وبعض المعلومات عنها. السؤال الحادي عشر، أحدد الفكرة الأساسية للفقرة الرابعة. الفكرة الأساسية للفقرة الرابعة، شغف آية بالسباحة منذ صغرها وتقضية العطلة الصيفية في الشواطئ والمسابح، مما ساهم في تنظيم وقتها وزيادة إقبالها على دروسها. أركب وأقوم. السؤال الثاني عشر، أبدي رأيي في المواقف الآتية. إهداء رائد فوزه إلى أمه، ملء بعض الناس وقتهم بما لا يفيد. إهداء رائد فوزه إلى أمه، في نظري إهداء رائد الفوز إلى أمه دليل على اعترافه بفضل أمه ومجهوداتها حتى صار رائد متميزا في لعبة الشطرنج.
ملء بعض الناس وقتهم بما لا يفيد. في رأيي ملء بعض الناس وقتهم بما لا يفيد سلوك غير صحيح، لأن الوقت أغلى من الذهب، ويجب استغلاله في أشياء تعود بالنفع على الإنسان.